معتقد من طرف الحكومه المغربيه، قرار اللي هو شويه نفس بعدا ولو نفسانيا، باش ان الممولين ديالنا اصحاب القاعات والمسيرين ديالها كانوا في واحد الحاله نفسانيه اللي هي شويه متدهوره، وخصوصا ملي دخلت 2021 ودخلنا في تقريبا في عام وثلاث شهور ديال البطاله. الناس راه تنفسوا شويه، ولو ان هذا القرار هو ماشي مفرح 100% كما كنقولوا، ولكن الحمد لله علاش خصنا وضروري نحترموا الاحترازات اللي كتوصي بها الدوله، ونحترموا هذه الاجراءات هذه اللي كاينه. وحنا ان شاء الله دابا راه عاود حطينا العروض ديالنا للناس اللي غادي يديروا المناسبات طبقا لهاد الاحترازات هادو اللي كاينين. خلال الاتصال ديالنا تقريبا بجميع ارباب القاعات اللي كاينين في المغرب، راه كيتمنوا هاد البادره هادي، ومن هاد المنبر هذا كنبغي نوجه الشكر لجميع ارباب واصحاب القاعات اللي تعاونوا معنا واللي عطاونا كاع المعلومات ديالهم اللي دافعنا بها على هذا المطلب هذا ديال افتتاح اصحاب القاعات، تخرج هذا القرار هذا للوجود. بحكم انا كنتمي للفيدراليه المغربيه للممولين كرئيس جهه سوس مسا، وبحكم الانتماء ديالي للتجمع المهني ديال سوس مسا، ارتئينا من بعد عده نقاشات، وبان لنا باللي القاطره اللي غادي تكون واللي غادي تفتح هذا القطاع هذا هي القاطره ديال ارباب القاعات. الى خدينا ارباب القاعات كنلقاو تقريبا واحد 80-90% ديال ارباب القاعات كلهم مرخصين وكلهم مقنين، وعندهم الناس اللي مديكلارين في الضمان الاجتماعي، اذا راهم ملتزمين كاع بالمسائل ديالهم تجاه الدولة. بالعكس المنظومة ديال التموين اللي هي واحد المنظومة متشعبة كتكون تقريبا علاقاش غير هذه بين قوسين، راه هنا حنا في الجهات سوس مسا خدامين في واحد الدراسة اللي هي كدار المنظومة ديال التموين ككل. اكتشفنا باللي هاد المنظومة ديال التموين كتكون تقريبا من 24 ديال المهن، بما فيهم السربايا، النكافات اللي كيبنيو، صحاب لي تكليراج، صحاب الورد، صحاب لا سيكوريتي الى اخره. اذا اللي هو ان شاء الله خصنا نخدموا عليه كممولين هو باش هاد القطاع هذا بعدا يتنظم، واللي مازال ما منظمش ولا اللي مازال ما عندوش سميتو يحاول يلتحق بالركب، باش الى قدر الله جات عتاني شي جائحه ولا جات شي حاجه بحال هاد الشيء هذا، يلقى راسو راه مستفد من عده امتيازات اللي هي كتخولها الدوله، وعدد ديال الامتيازات اللي كاينه دابا. ومن هذا المنبر كنبغيو نشكروا صاحب الجلاله اللي هو عاطي الاهميه للشعب المغربي ككل وقطاع الحفلات بالخصوص. الدراسه مازال ما كملاتش، يلاه في الثلث الاول ديالها، الثلث الثاني هو بدا تقريبا نهار الاثنين، كانوا عندنا اجتماعات مع اساتذه مستشارين في ميدان التموين على غرار السي كريم رحال في الدار البيضاء بمعيه مكتب الدراسات. هو في الحقيقه راه ملي كنقول لك التشعب، لقاش كتلقى المهنه ديال التموين ككل، دابا حنا بعدنا على قطاع ديال قاعه الحفلات، كتلقاها فيها اللي تابع للصناعه التقليديه، فيها اللي تابع للتجاره، فيها اللي ما تابع لوالو كاع. ودن هنا هاد الدراسه هادي هاد الشيء فاش كتجلى ان شاء الله. من اللي غادي تخرج هاد الدراسه هادي الحيز الوجود، راه يمكن عاوتاني نديرو لقاء اخر وتشوفوا كاع المخرجات ديالها فين غادي تمشي، وكاينين الناس اللي تابعين للسياحه على غير الفولكلور وكذا. اذا هنا هذه الجائحه الدرس اللي عطاتنا وهو نعرفوا بعدا حنا فين كاينين، ولكن راه عرفنا باللي ما كاينينش كاع كممولين. راه في البدايه ديال الجائحه راه حنا ما كاينينش،
ما تابعين حتى شي اسميتو، انما مؤخرا راه كاين كنظن وزاره التجاره ان شاء الله راه تبنات التموين، ولكن التموين راه كما كنقول لك راه 24 ديال الحرفه ومقسمه على 3 ولا 4 ديال الوزارات. هذا ما سنكتشفه بعد نهايه الدراسه على صعيد جهات شو اسمها السيد ان شاء الله. حنا غادي نتكلموا الان على الموضوع اللي هو اثار الجميع على حساب الانطلاقه اللي عطاونا باش نخدموا نبداو الخدمه، حيت راه مازال ما بدينا الخدمه، غير باش نبداو الخدمه ان شاء الله، حيت راكم عارفين انتم هاد القاعات بانه اللي بغى يدير العرس راه ما يمكنش من الصباح يبدا داير العرس، راه عنده واحد 2 سيمانات 3 سيمانات 3 4 سيمانات عاد يمكن ليه باش يجي يقول لك راه بغيت ندير العرس في ديك الوقيته اللي بغى. وكما قلت لكم راه القاعات مسدودين هذه واحد المده ديال 16 شهر والقاعه الا مسدوده راه عندها مصاريف، عندها ميناج. دابا كنعاودوا الصباغه كما غادي تشوفوا مع الاخوان راه كاينين هنا كيديروا النظافه ديال الفايونس، النظافه ديال لا موزيك، بزاف د الحوايج الصباغه غادي نعاودوا بحال كنصلحوا من جديد، كنعاودوا القاعه كلها من جديد، يعني خاصنا مصاريف كبار كثار. ومحدنا حنا عندنا مصاريف قبل اللي كانت ديال الخدامه ديالنا اللي ما خدموش منها سربايا، منهم لي فوند ميناج، منهم سيكيورتي، الله يحسن العوان لكل واحد. المهم حنا بعدا راه فرحانين بهاد الانطلاقه ديالنا اللي غادي نبداو فيها الخدمه بعدا، واخا عطاونا غير واحد العدد محدود ولكن غنسلكوا به ونقضوا به الغرض مما يفرج الله. وحنا دابا غادي نحاولوا نديروا اكبر مجهود باش نديروا الاحترازات ديالنا ونديروا التعقيمات ونديروا التباعد على ود هذا العدد اللي عطاونا باش ندوزوا هذا الشهر وشهرين ديال الخدمه في احسن الظروف باش يطلقوا لنا العدد كثير نبقاو نرجعوا للحياه العاديه ان شاء الله. هذه من جهه، ومن جهه اخرى هي ديال كما قلت لكم ديال العمال ديالنا، يلاه كيجوا عندنا واحد بواحد شويه بشويه. ودابا الاصلاحات اللي كاينين اصلاحات من طرف عمال اخرين ماشي العمال اللي عندنا، ولكن حنا غنهزوا بهم ونخدموا كما قلت لك تنفوتوا هذا الوقت ديال الوباء مما تجي خدمه اخرى ان شاء الله. حتى واحد في المهنيين ما كان كينتظر بانه واحد الفيروس اللي هو انفيزيبل غادي يكون سبب في التوقف ديال مصدر ديال الرزق ديالو، وبالتالي فالمهنيين الاغلبيه فيهم ما كانش داير احتياطات، وبالتالي فتوقف كان واحد كان اغلبيه المهنيين كانوا كيقولوا بان ربما غادي نخدموا من بعد 3 اشهر. دازت 3 الاشهر ولينا كنقولوا 6 الاشهر، داز 6 اشهر مشى لينا لو غرون باكي ديال الصيف ديال 2021. كتعرفوا بان القطاع ديالنا يعني لو غرون باكي كيكون في جوي واوتو سبتمبر اللي كيكونوا فيه المناسبات والعرسات. داز هذاك ديال 2020، وبالتالي فلي ريبركسيون ولا دوك التبعات ديال التوقف بدات، يعني كاين الناس ما قدروش يوفيو الالتزامات ديالهم فيزافي لي فورنيسور ديالهم، كاين اللي عاطي لي شيك ديالو، كاين العدد كبير ما قدرش يوفي بالالتزامات ديالو ديال الكراء ديال المحلات ديالو. كذلك المستخدمين ديالنا اللي ما استفدوش من 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 سواء المصرح بهم في الضمان الاجتماعي استفدوا فقط من الدفعه الاولى، الدفعه الثانيه ما استفدوش منها، وكنا مطالبين اننا ناخذوا اون شارج كاع المستخدمين باش نضمنوا لهم الكرامه والعيش الكريم. بالتالي فهاد الظروف هذه كلها تجمعات وخلات الممول في واحد الوضعيه ديال لانسيرتيتود، واحد الوضعيه اللي ما بقاش عارف المستقبل ديالو كيفاش داير. كاين اللي مشى وبدل كاريمون لاكتيفيتي ديالو، مشى اونجاجا في دوطر اكتيفيتي، وكاين اللي بقى يعني شاد البيبان ديالو وكينتظر. وبالتالي فهاد الاستعاده ديال النشاط ما غاديش تكون بسهوله، لان خصنا نردوا ليكيليبر التوازنات الماليه ديال جميع الممولين خصها ترجع لبلاصتها. اللي عنده شركه كذلك خصو يعني يسول الوضعيه ديالو الضريبيه، سواء ما يتعلق بلا تي فيا، سواء ما يتعلق بالياس، سواء ما يتعلق بلا باتونت، سواء ما يتعلق بلا لي تاكس فيسكو ديال بليتو مينيسا ديال يعني لا فيسكاليتي لوكال ديال الجماعات، لي زونسين، لي زوكيباسيون تومبورير. يعني كاين واحد العدد ديال الضرائب اللي هي لحد الان الممول خصو مطالب انه يسويها في هذه المرحله ما بعد استعاده النشاط. اذا فكنطالبوا باش انه تكون واحد المواكبه من طرف الدوله باش ان ندوزو رابيدمون من هذه الوضعيه. وكذلك كنطالبوا اون ابيراسيون ديال لو باسي ديال المهنيين، واحد التصفيه ديال الماضي ديال هذه المقاولات،
وكذلك يكون واحد التحفيزات ضريبية في شكل إعفاءات كلية بالنسبة لبعض الضرائب، خصوصا أن المهنيين ما كانوش كيشتغلوا. إذن هادو كلهم انتظارات سنترافع عليها إن شاء الله كتجمع مهني جهوي ديال سوس ماسا، كذلك نترفعوا فيه من داخل الهيئات الوطنيه ديالنا اللي كاينه صفور الاتحاد المغربي لارباب القاعات بالنسبه لما يتعلق بالقاعات، وكذلك الفيدراليه المغربيه للممولين بالمغرب. دونك هادو كلهم واجهات وملفات يعني مطروحه للترافع من طرف جميع هاد الهيئات، وكنتمنوا ان شاء الله باش ان هاد الاستعادات تكون في ظروف سليمه ونخرجوا منها اقوياء اكثر احسن ما كنا من قبل.